بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، صديقي مشجع الافريقي، من فضلك اعمل لايك لهذا الفيديو. كل سنه وانت طيب يا صاحبي. معلش اخوك راجل مصري جاي من ماتش الاهلي والزمالك، كان مستوى فني رايح في 60 داهيه، قلت اتفرج على اخويا الافريقي التونسي وهو بيلاعب الاتحاد المانشستري. تمام، ما خدتش انا في حاجه يا صاحبي. لقيت المباراه الله اكبر، اللي هو حس انك عايز شد اللي حافه وتنام كده، اللي هو يا جدعان انتوا بتلعبوا بلاي اوف على الدوري ولا انتوا بتلعبوا ماتش ودي؟ ده ايه بالظبط؟ الله اعلم. هل فريق الاتحاد المنستير دخل عشان خاطر ياخد الثلاث نقاط ولا دخل عشان خاطر ايه بالظبط؟ طب الافريقي جدو منز الكبير بسم الله ما شاء الله النتائج لحد دلوقتي مش مساعداه والاداء الفني رايح في داهيه. طب بالنسبه للاتحاد المنستير الكلام على ايه طيب؟ عجبني انا التحليل بتاع قناه الكاس، الراجل يقول لك انا غلطان ان انا اعتزل، انا كان ممكن العب والله. لا حركه، انت كنت ممكن تلعب، عندك وسام يحيى دلوقتي الراجل الله اكبر عليه من اهم اللعيبه في الافريقي، رغم ان الراجل سنه كبير بس الراجل بيأدي مستويات عظيمه. اما بالنسبه لاحمد خليل فحاسس ان الجمهور الافريقي عنده مشاكل شويه مع اللي بيقدمه احمد خليل، مع ان شهاب العبيدي زي احمد خليل كده تحس انه مختفي شويه. لو اتفرج على شهاب العبيدي انت مش عارفه انت ايه بالظبط يا ابني، انت بتلعب 8 ولا انت بتلعب 10 ولا انت بتلعب ايه بالظبط؟ وكابتن ميسي العرفاوي ناحيه الشمال، وكابتن الطيب الميزاني ناحيه اللي هو يا جدعان هو الطيب الميزاني فالح شمال عشان يفلح يمين اساسا، بس تمام. وكينجز لايده فيرود. طب يا جدعان هنجيب جون امتى؟ لا والله مش هنجيب جون. الشوط الاول بسم الله ما شاء الله انت عمال تلاقي الفرقتين قاعدين يلعبوا عرضيات. طبعا ناحيه الشمال بتاع الافريقي راح في 60 داهيه، فريدريكو بوكورو لسه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يلعب باك شمال. غيث الزعلوني قدامه لعيب زي الطيب الميزاني، في حاله لاج كده على الاطراف، فتحس ان فريق الافريقي ما عندوش اي حلول. الاتحاد المانشستري الناحيه الثانيه برده ما فيش اي حلول خالص، اللي هو احنا قاعدين نتفرج على مباراه ما لهاش اي حلول، وقاعدين نتفرج على مباراه جمهور الافريقي اللي هو الندامه هيقفل التلفزيون ويخش ينام اصلا. بس يا صديقي العزيز ما يحلها الا مين؟ الشيخ علي العمري اللي هو الله مولاه. لا خلي بالك الشيخ علي ده فرود كويس، لا بجد والله الشيخ علي ده فرود كويس، رغم ان منزل الكبير انت مش عارف هو منزله يلعب ايه اصلا، يعني انت مش عارف منزل الكبير منزل علي العمري يلعب ايه، يعني هو كينج سليده في الملعب اتصرفوا يا رجاله، اللي هو الله جلال القدر فكره والفكره لا تموت، احنا هننزل علي العمري وعلي العمري من اول لمسه بيسجل هدف سي. بس بصراحه الطرد فرق، يعني الطرد فرق، الطرد بتاع علاء الدريدي فرق، بس هو بصراحه علاء الدريدي يستحق الطرد، يعني ان جيت للحق يا صاحبي علاء الدريدي يستحق الطرد، راجل مستخدم كل حاجه تقول ان الراجل يطرد. بوز جزمه مرفوع، يا باشا بوز جزمه مرفوع، ما دخلش على الكوره، ما دخلش على الكوره. هتقول لي يا صاحبي على فكره انت منافق، تسلم يا ابن عمي، بس لا مؤاخذه انت لو اتفرجت على الماتش ده انت ممكن تعلن توبتك وانك مش هتتفرج على كره قدم تاني، وانك هتقضي حياتك في تعبد كلها بلاها هذا الذي شاهدته. والله مش ناقصه وجع قلب. طب هتقولي معلش يا اسطى، طب الاتحاد المنستيري كان ليه رد فعل؟ ده رد فعل مين؟ هو الاتحاد المنستيري ما شافش معز حسن، اللي هو معز حسن زهق يا عيني، يعني معز حسن زهق. فريق الافريقي متعادل، الاتحاد المنستيري ما بيهاجمش، الافريقي كسبان الاتحاد المنستيري، ايه يا جدعان انتوا جايين تدافعوا بس ولا ايه؟ مش عارف والله، بس هو ده الدوري التونسي. كله بيدافع قصاد كله، مين بقى يهاجم؟ لا معلش يعني الهجوم ده حاجه حرام شرعا، انا هاجم ليه؟ احنا عالم فسكه ولا هندور على مكسب واحد واثنين وثلاثه؟ لا هو جون بس والحمد لله احمد ربنا. ديربي بقى كلاسيكو تونس كلام كبير، بس المهم ان انت بتتفرج على مباراه يعني مستواها الفني رايح في 60 داهيه، بس اهم حاجه الجمهور الافريقي يفرح ويقدر ان هو يحس ان في حاجه بتتغير. معلش في الاداء؟ لا مش في الاداء، هي في النتيجه. انا بصراحه موضوع الاداء الافريقي عنده مشاكل على ناحيه الشمال، وعنده مشاكل في موضوع الطرف الشمال كابتن رشاد ميسي العرفاوي، رغم ان هو بيحاول. لا رشاد العرفاوي بيحاول، اما الطيب الميزاني في الناحيه الثانيه دي بعد طرد بسام الصرافي في الماتش الاول في كميه عكه هتشوفها مش طبيعيه من رشاد العرفاوي، او الناحيه الثانيه اللي هيلعب ناحيه اليمين مكان بسام الصرافي، لان الافريقي كان عنده مشكله اساسا في الحته دي. بس المهم ان الافريقي كسب وانت مبسوط وانا مبسوط وكلنا مبسوطين. اما بالنسبه للاتحاد المنستيري فهارد لك على هذه المباراه العبثيه اللي تقدمها للاتحاد المنستيري. مبروك سيمونزر، وعايزك تدي تصريحات حلوه كده عشان انت كسبان باداء يقرف الكلب، مش ناقصه تقعد تتنطط لي في التصريحات كمان.